كلام لسه ما خلصش عن الانجاز الكبير اللي عمله فريق النادي الاهلي في ماتش يوم الجمعه اللي فاتت وفوزه المستحق بثلاثيه على فريق اتحاد جده السعودي في ربع نهائي كاس العالم للانديه، حجز بطاقه الوصول لنصف نهائي البطوله. خلينا نشوف هذا التقرير عن الارقام التاريخيه اللي سجلها النادي الاهلي في هذه المباراه. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل كتابة الأرقام التاريخية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول لنصف نهائي البطولة. يعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022 و2023. يليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021 و2022. كما وصل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي تسجيل لحظات المجد الكروي بالقميص الأحمر بعدما قاد الفريق للفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحيث نجح علي معلول في التسجيل من ركلتي جزاء في نسختين مختلفتين بكأس العالم للأندية، وحيث أحرز هدفاً في نسخة 2022 بشباك ريال مدريد، وسجل في نسخة 2023 بمرمى الاتحاد السعودي. ووصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية من خلال التصدي لركلتي جزاء في نسختين مختلفتين بالبطولة. كان التصدي الأول للحارس الدولي وقائد الفريق أمام لوكا مودريتش 2022 في مواجهة الأهلي وريال مدريد، أما التصدي الثاني فكان أمام كريم بنزيما مع اتحاد جدة في النسخة الحالية 2023. أيضاً وصل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هوايته في كأس العالم للأندية بتسجيله الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق اتحاد جدة، وسجل الشحات في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، كانت البداية في رحلته الاحترافية مع نادي العين الإماراتي، وسجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث نسخ مع الفريق 2021، 2022 و2023. وكان أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي مفاجأة التشكيل أمام فريق اتحاد جدة، حيث قدم أداءً كبيراً ونال إشادة النقاد والجماهير، وكتب لنفسه تاريخاً مع المجد الكروي في البطولة القارية. كما كان لاعب وسط الأهلي إمام عاشور على موعد مع المجد الكروي عندما سجل أول مشاركته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يكتفي بالمشاركة بل سجل هدفاً في البطولة العالمية. ولا يختلف الأمر كثيراً للاعب خط الوسط مروان عطية الذي حصد جائزة رجل مباراة الأهلي مع اتحاد جدة بعد تألق لافت للنظر، لكن جماهير النادي الأهلي أصبحت تمني النفس بالوصول بعيداً في تلك البطولة، خاصة مع التألق اللافت لنجوم الفريق على أمل كتابة مجد وتاريخ كروي جديد يضاف لسجلات المارد الأحمر في تاريخ البطولات المحلية والقارية والعالمية.